في ظل الأجواء المشحونة بالبلد، كيف ممكن يتواصل الشباب بالأحزاب اللبنانية بأسلوب لا عنفي؟ كيف؟ خلينا نحكي بعد، خلينا نحكي. صباح الخير. صباح النور. كيفك تانيا؟ ماشي ماشي. فينا نحكي قولي هيك برأيك بطريقة مش عنفية أو بأسلوب غير عنفي؟ حبيت منك الكيف. كيف؟ في عزم جد حلم. صحيح. كله ممكن، ما في شيء مش ممكن اذا بنحمل مسؤوليه حالنا. قبل ما نفوت بموضوع الاحزاب، الانتخابات الامريكانيه اللي شغلت العالم مؤخرا كانه نحن عم ننتخب لنا، يعني صديقه لإلي عايشه بالوقت الحاضر بالولايات المتحده عندها ولد عمره 5 سنين، امبارح عم بتخبرني ومصدومه خير انه كيف بيعودوا الولد من هو صغير بالمدارس على التدريب التمرين الديمقراطي. قالت لي كل نهار بالمدرسه بيوم الانتخاب يلي هو يوم عمل عادي، كان كل شيء عملوه بالصف وبالمدرسه كان عبر انتخاب، يعني بنلعب عنزوقه ولا زحليته، نعمل انتخاب، تعالوا ننتخب، ويقولوا لهم للاولاد انه يلا بتحط صوتك، ما حدا لازم يعرف، يعلمون انه هيدا سري. لا لا بليز، انه هيدا انتخاب انت بتعبر عن رايك بلا ما حدا يقول لك، مين ما قال لك ليك تعال نقي سلايد لانه احسن ونتسلى اكثر، اذا انت مع بالك بتنقي انت السوينج العنزوقه الى ما هنالك، بدكم نعمل رسم ولا بدكم نعمل اغاني هلا؟ نعمل انتخاب. بس يلي خسر ما بيت، بس يلي ربح ما بيتمسخر على يلي خسر، لانه مره بتربح ومره بتخسره، وهيك صار بعلمون هيدي العقليه من هن وصغار انه في ربح وفي خساره، في ربح في خساره، وكيف في عمل ديمقراطي. واو، شو العمل الديمقراطي؟ مثل عنا نفس الشيء. حياتي عن جد. حب. فاجى على البيت عم بخبرها، زعلت من جوا لانه قالت لي شو ناقصنا ما بنعمل نفس الشيء نحن بالتربيه عنا بلبنان. نحن بلبنان بالمدرسة يلي عنا بروجرام كتير كبير وكتير مهم، دون شك مستوانا التعليمي كتير عالي وفينا نكون فخورين فيه. صحيح. بس مركزين أكتر قد ما عنا مواد نتعلمها ولغات نتعلمها، مركزين على التعليم، المواد التعليمية، أو مش كتير عنا التربية المدنية أو النشاطات المتشابهة بهاي، ما بتقدر تاخذ محل اولويات للاسف بالوقت الحاضر. فما في تمرين ديمقراطي بالمدارس بيصير الا وقت اللي بينتخبوا ديليجيدو كلاس او ممثلي الصف، بيعملوا هالتمرين الاولاد كل سنه وبيعملوا انتخابات بس يكبروا شوي، بيعملوا حملات انتخابيه الى ما هنالك. مزبوط. بس وما بنشتغل على التوعيه الديمقراطيه كثير، يعني حتى التربيه المدنيه اللي هي عنصر من اهم عناصر التعليم يمكن لازم تكون غير المواد الاساسيه، صارت ماده جامده بده يحفظها الولد يعمل فيها فحص، مش عم يعطيها بطريقه بتشد، يعني الكتاب مثل الكتاب فيه. للاسف كان منطلق من فكره ضخمه جدا ورائعه جدا، الراي السائد بالوقت الحالي انه صارت ماده تحفظها بتسمعها على الصف، بلعى من ببلع بسمع باخذ علامه رشا يلا بيمشي الحال، هي ماده حيه لازم تكون اكثر يمكن من هيك. بعتقد انه في وعي كفايه، الاساتذه عم بحاولوا كثير بصفوف يعملوا لها احياء، بس بعد طريقنا طويله. اللي عم بيصير انه بنخلص مدرسه بنكون قضينا سنوات تعليم كثير طويله وكثير قاسيه، نجي على الجامعه نحن محزبين تابعين لاحزابنا، بنفوت على الجامعه، الجامعه مكان حر تعبير، في نشاطات، في نادي طلاب، في انتخابات طلابيه، في الى ما هنالك، ونحن محزبين سياسيا وبولاريزي مثل بامريكا، يعني في فريقين، نحن عندنا كمان يمكن مش فريقين، غلط فريقين، مش ثلاثة وأربعة، مش غلط. مشكلة. يمكن أكبر نعمة ديمقراطية هي التنوع السياسي. صح. هي أكبر، هيدا دليل صحة. فاللي بيصير عندنا أنه بدل ما نقاشنا يكون نقاش ديمقراطي، نقاش في تباين بالآراء بس بيوقف عند التباين في طريقة لإله، للأسف بس تحمل أمور ودمنا حامي نحن الشرقيين، ما عندنا أي مشكل أنه نروح على الآخر لنبرهن وجهة نظرنا، فبصير في مشاكل دائما اغلبيه الاوقات بتصير بالمطعم تبع الجامعه للاسف. بيتكسروا طاولات وكراسي طبعا. بيروح رزق الجامعه يلي هو مش ملك للاحزاب، صليب الاحمر بصير عندنا بالمستشفى. صح. وهو كمان هالملك هو ملك عام لكل الطلاب المحزبين ومش المحزبين. صحيح. وبنتخانق وبيلمونا عن بعضنا وببلشوا يعملوا وساطه ليرجعوا يروقوا الاجواء مش ليقربوا وجهه النظر. بهالاطار حزب الكتايب اللبناني الاسبوع الماضي هو قلنا بالحديث شي كم شهر دعيوني لاعمل ليكتشر، لاعمل محاضره عن التواصل العنفي ضمن الاحزاب السياسيه، ثاقبت حدا من اقليم بعبدا الكتائبه، حضرني بندوه للاهل عم بعملها بمدرسه من فتره من سنه، وحبوا ينقلوها لطلابهم، حسوا باهميتها،
ولصراحة كان في رح نشوف هلا بعد شوي الصور، كان في التزام كثير كبير من الحزب وتغطية على صعيد على أعلى صعد حزبهم. نعم. أنا ماني محزبة، أنا ماني كتائبية، بس أنا أكيد لبيت الدعوة وبلبيها بأي حزب لبناني بيطلبها، لأنه هي حاجة لإلنا كلنا. صحيح، توعية كمان بالنهاية. صح، فكان هيدا اللقاء الكثير جميل معهم، و يعني في تعطش في تعطش كثير كبير لما بلمسوا دائما ولمستوا عند المشاركين لهالمواضيع. والحلو اجوا مش بس الشباب، اجوا الشباب مع اهلهم، لانه كان حديثي موجه للاهل والشباب، لانه الشباب مش جايين من صحيح، هن مش جايين من مكان غريب. فكانت مقدمه جميله جدا، باسكال طرزي، راشيل سنايفر، ونائب سامي جميل كمان وجه كلمه باهميه هالموضوع بوقتنا الحالي، وخبرتهم عن تقنية التواصل اللاعنفي، يلي هي انه اعرف راقب الامور بلا ما احط الانا تبعي اول شيء، دائما اسمع للاخر بلا ما احط حالي وجهه نظري انا كيف بشوف الحقيقه. بس ثانيه هو بالمشكلة انه ببلشوا بيكون عندهم افكار مسبقه انه ما رح يعني ما رح تزبط، ما رح تزبط. صحيح، هيدا الغلط عنا. لازم اسال حالي، وهيدا سالته للشباب، اول شيء اتصالح مع حالي، قال انا شو بدي، انا شو تطلعي. لازم اعرف كثير منيح شو تطلعي. انا بنقاشي مع هالخصم السياسي لإلي، شو هدفي منه؟ هدفي برهن انه انا الصح وهو الغلط؟ يعني انا منطلق من انطلاقتي خاطئه، صح، انطلاقتي ما رح توصلني لنتيجه. اذا هيدا هدفي انا صح وانت غلط، يعني جدل بيظن رح نكمل محل ما نحن، لانه لا هو رح يقتنع مني ولا انا رح اقتنع منه. اذا هدفي ابني جسر بيني وبين خصمي السياسي اللي هو شريكي بالوطن، صرنا عم ننطلق من مكان سليم. لازم نضل نتذكر ونحن وعم نناقش، يعني حتى لو خصمي السياسي استفزني سياسيا بالتواصل اللاعنفي، انا ماني بحاجه انه انطر لايه انا يا اخي انا بدي هيك بس هن ما بدهم، ماني بحاجه انطر لاعرف هو شو بده. صح. انا عم حاكمه انا وياه. صح. انا ما عندي اي شك انه كل الاحزاب اللبنانيه بتحب لبنان، ما عندي اي شك، هي من مسلماتنا. بس كيف بنحبه، هي طريقتنا وتفاصيلنا هون، والشيطان يكمن فينا نشوف الفرق باختصار وما نفرق يعني. صح. والهدف لازم يكون من النقاش، مش بالضروري اوصل من اي نقاش الى خاتمه انا بربح فيها. صح. او انت بتربح فيها. النقاش هو تبادل وجهات نظر، انا ما فيي غير لك رايك وانت ما فيك تغيري لي رايي، اذا انا ما اقتنعت بشيء او اذا انت ما اقتنعتي بشيء من وجهه نظري. اذا منطلقه من هيدا الجسر اللي بدي ابنيه بيني وبينك، انا منطلقه صح. اذا بسمع لك حتى لو استفزيتيني، قلتي لي انت عميله، شيء مستفز لإلي، انا ماني عميله. اذا بفتش على حاجتك تحتها، انت شو عم بتحسي؟ حاسه بغضب تجاهي، شو حاجتك تحتها؟ يمكن انت بحاجه انك اني اقول لك انا مواطنه مؤمنه بالبلد مثلي مثلك، او انا ماني عميله. اذا بتحبي اني اقول لك عميله، ما حدا منا عميل. يمكن انت بحاجه اقول لك انه اعطيكي ثقه انه انا مثلي مثلك هالبلد عزيز علي، اعطيكي ثقه مش اقول لك اياها. فرق من اني اقول لك ما بسمح لك تحكيني بهالطريقه ودج، وفرق بين انه صحيح انه احكي. هيدي الشيء بيرجع لطبيعتها، طبيعه تعاملنا مع مع النزاع. النزاع لما قلت لهم للشباب والصبايا، سالتهم قلت لهم شو النزاع؟ هيك لاسالك شو النزاع، بنسالك شو هو، شيء منيح مش منيح عاطل؟ لا اكيد سلبي، يعني مش منيح نيجاتيف. يعني النزاع اذا عم تخانق انت وشخص وبعدين عم تنزعوا على يمكن فكره ممكن تؤدي لشيء، دائما بتاخذيها سيء، بتاخذي النزاع للسيء. للسيء هو لا، هي المفاجاه بتكون، لانه لما بنقول لهم النزاع مش سيء ومش جيد. النزاع هو فرصة. النزاع لو ما عنا كان نزاع مع البرد أو العتمة مش قاشعين فيه، ما كنا اكتشفنا النار، ما كنا اخترعنا الكهرباء. لو ما عنا نزاع على مبادئ، ما كنا طورنا قوانين. لو ما كان عنا نزاع مع تنظيم الحياة الاجتماعية، ما كنا عملنا قوانين ودول إلى ما هنالك. النزاع هو فرصة. كيف بحل النزاع هي المشكلة اللي بتخلينا نشوفه دايما سلبي للنزاع. بأي نزاع بيشب بين فريقين في أمرين كتير مهمين هون، العلاقة، قديش بتهمني علاقتي بالآخر، قديش أهم من المشكل علاقتي بالآخر بدي حافظ عليها، والأمر الثاني اللي كتير أساسي الهدف. إذا أنا بالنزاع فاتة على نزاع همي العلاقة، بحل النزاع بطريقة. إذا همي الهدف بحله بطريقة تانية. في أربع وسائل وتطورناها كلنا كأشخاص وكمجتمعات لحل النزاعات.
أول طريقة هي أنا رابح وأنت خاسر. دايما أنا بدي أربح المشكل. ثلاث أرباعنا منحبها هي لما بيكون في عنا نزاع وما بتهمنا طبيعة العلاقة مع الآخر. شو فرقيني معي إحساسك؟ أنا بهمني أربح المشكل وآخر كلمة رح تكون لإلي. هيدا نوع من من أنواع حل النزاعات اللي طورناها. النوع الثاني اللي طورناه أنا خاسر وأنت رابح. ليش؟ يا خيي هيدا زلمة بهمني أمره أو بحبه أو ما بدي أدمر علاقتنا سوا. حتى لو هو بده يربح، حتى لو هو مصر أنا رابح أنت خاسر، بعطيه إياها كادو حتى لو أنا مش مقتنعة. بس هون ما بكون كمان عم حل نزاع، بكون عم نيم مشكل. ما 100% أكيد، ولا يعني هون بكون عم حل نزاع. بتروق بهيدا الوقت بعدين ترجع تولع أكثر. أكيد. لأنه أنا بصير بقول إنه أنا نيمة. ولو ما انظلمت ما انا شو نسي شو ضحى، نسي شو ضحيت انا كرمالي. صح. وفي نوع ثالث من حل النزاعات هو انا خاسر وانت خاسر، يعني انا بتجنب النزاع. في مشكل تخيل عارضكم، ما بحب المشاكل، بس تخلص احكوني يا خيي معلش بدك ماشي الحال خلص هلا ما تكبرها، ما بدي مشكل، عم كذب على حالي، عم اقول انه ما في نزاع. بهيدا الموضوع ما بعرف قد ايه بتهمني العلاقه وقد ايه بيهمني الهدف، ضايعه ضايعه القصه، بس ما بدي مشاكل يا خيي، بخسر وخسر وخلصنا ماشي الحال خلص يلا بيعنا اياها. كمان هون ما بعرف قد ايه بكون عم حل نزاع قد ما بكون كمان عم نيمه او عم باجله تاجيل المشاكل. ما بعرف انه في كثير ناس باجله، يا خيي ماشي الحال بكره بنحكي بالموضوع. مزبوط. في طريقه رابعه لحل النزاع. رابح رابح. صح، وصلنا لها يلي هي الخلاصه الطبيعيه لهالمشوار اللي عملناه، وين وين سيتويشن من إلا يلي انا عندي مشكل انت عندك مشكل عندنا مشكل سوا، انا بدي اوصل لهي الهدف وانت بدك توصل لهالهدف، بدي اعترف لك بهدفك يلي انت بدك اياه وانت بدك تعترف لي فيه. هي باحلى الحالات بنحلها بهالطريقه. اذا هيك لنوصل لطريقه توصلنا لنتيجه، ساعتها بنشغل دماغنا اكثر، بنتناقش اكثر بطريقه بناءه، لان هدفنا اثنيناتنا نكون رابح رابح. مزبوط. في طريقه بالنص بحطها هون، هيدي اللي بنستعملها كثير بالنزاعات الكبيره والسياسيه يلي هي الوساطه بتشتغل فيها. هذا اللي انا بقول لك شو هي. يلا. اتفقنا انه ما نتفق. لا اذا بدك بتنازل انا شوي بتتنازل. يعني بقبل اخسر شوي وانت تخسر شوي. اوكي. وبنوصل على حل وسط، الحل الوسط من إلا بفوت فيها وسطاء اجمالا. بيجي متحدث باسم مدري شو بيجرب يجتمع بهيدا بيرجع بينقل لهيدا لحتى يعملوا هالوساطه بالنص ويجربوا حتى لو خسر. اوقات الوساطه على فكره لا هي رابح رابح، هي مش وساطه، هي شو بيقولوا حل وسط. حل وسط. حل وسط بتنازل إن انا شوي انت تنازل شوي لنقدر نتعايش سويا. فهيدي كمان من اساليب حل النزاع بالعمل السياسي بلبنان وعند الشباب اللبنانيين. من الضروري يحددوا قبل ما يناقشوا انا شو هدفي، ابني جسر مع زميلي بالوطن او انه برهن له انه انا صح وهو خطا. اذا رايح بهذا الاتجاه رح نضل بجدل بيزنطي ورح نضل نقبر بعضنا، اذا رايحين باتجاه بناء جسور نحن على الطريق السليم لنتناقش بطريقه بناءه. هاي يا ريت يكونوا كلهم اليوم عم يحضروك، كبار وصغار ووسط شو ما بدك يعني. يعني ايه فش الخلق. ثاني انا بدي اشكرك. ميرسي. وبدنا نتوقف مع فاصل اعلاني من بعده عند زينه مع اجنده.